هنبدأ بجزء التشريح وهناخد الخلية النباتية. على نفس الخطوط السيتوبلازمية السيلور الجدار القلوي بلازما ممبرين غشاء البلازمي دي السيلفاكيوم وهي الفلفة البصرية وهنا ده السيتوبلازم السيتوبلازمية سيتوبلازم ستريمس دي النواة نيوكليوس والنواية وده تركيب الخلية النباتية بلانت سيل ستراكشر بعد كده هناخد مكونات الخلية النباتية بلانت سيل كومبوننت عندي نوعين من المكونات مكونات حية وليفينج كومبوننت النيوكليوس النواة والبلاستيدات في عندي ثلاث أشكال من البلاستيدات سبايرال شيب كلوروبلاست شيب كلوروبلاست دي بلاستيدة فنجانية وستار شيب كلوروبلاست بلاستيدة نجمية هناخد مثال لكل نوع من البلاستيدات دول بعد كده المكونات غير الحية نون ليفينج كومبوننت دي عبارة عن الكالسيوم أوكسالات كريستالز عبارة عن بلورات
بتكون نجمية بريوزيس أو إبرية رافيدوس. بعد كده الكالسيوم كربونات دي عبارة عن فيصلات حجرية سايكلوزس. والستارش جرينز حبيبات النشا. بعد كده هنرسم كل نوع من انواع البلاستيدات. هنبدا بالبلاستيده الحلزونيه اللي هي سبايرال شيب كلوروبلاست. المثال بتاعنا سبايرو جايرا. هنرسم السترول. هنرسم حبيبات النشا. بعد كده النواة بتكون معلقة في خيوط السيتوبلازمية. بعد كده هنكتب البيانات. ده السيرفور الدار القلوي. دي الخيوط السيتوبلازمية سيتوبلازم ستراكس. وهنا البلاستيد حلزونية الشكل سبايرال شيب كلوروبلاست. داخلها البيرانويد وهو مركز النشا. والنواة بتكون معلقة في الخيوط السيتوبلازمية نيوكليوس. بداخلها النواية نيوكليولس. المثال بتاعنا السبايروجايرا. بعد كده هنرسم الستار شيب كولور بلاست. المثال بتاعنا الزجنيمة. ستار شيب كولور بلاست بلاستيدة بالبيت الشكل. والمثال هو الزجنيمة. هنرسم بلاستيدة نجمية. نرسم السرور بدار القلوي. في المنتصف النواة.
تدير بلستينا من المية. بعد كده السيف البلاز والنواة بتكون معلقة في كروت السيف البلازمية. هنجي عليك في البيانات دس الورد في دار القلوي سيت بلاز وين السيت بلاز اكستراكس ويت السيت بلازمية ندير الستار شيب كلوروبلاست الستيلة النجمية النواة بيكون داخلها النواية المثال بتاعنا الزجنيمة. بعد كده هناخد المثال الثالث هو الكب شيب كلوروبلاست بنستيدها فنجانية الشاي. والمثال بتاعنا الكلاميدونومس شيب كلوروبلاست المثال بتاعنا الكلاميدونومس هنا النواة يكون حوالين السيتوبلاز الايس بوت فلاجيلا المثال بتاعنا كلاميدومونس هنرسم السيل وول بدار الخلوي والنواة بتكون مغمورة في السيتوبلازم من الايس بوت فقاعة عينية فلاجيلا اسواق وانطلاق في الفاكهة في العرض القابضة السيدة فنجانية الشكل اللي هي كب شيب كلور بلاس
البايرونويد اللي هي مركز النشا. كده يبقى رسمنا الكوب شيب كلور بلاس، وخلصنا المكونات الحية والثانية الجلدية. هناخد المكونات غير الحية، وأول مثال بتاعنا اللي هو الكالسيوم أوكسالات، دي عبارة عن بندورات إما بتكون إبرية أو نجمية، إبرية أو نجمية. يبقى الكالسيوم أوكسالات دي عبارة عن كريستالز بلورات، أول نوع منها هناخد دريودس بلورات نجمية. ده أول مثال بتاعنا وهي البندورات النجمية. بعد كده هنرسم البندورات الإبرية. رافلز بندورات إبرية. دي شكل البندورات الإبرية. يبقى خلص كده معانا السكشن الأول.